أكد أحد مؤسسي مبادرة ابدأ بنفسك محمد عزت في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أنه تقدم بمقترح لقانون المحليات يهدف إلى أن تكون للمحليات تنمية سياسية واقتصادية. وأعرب عزت عن تثمينه لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق الحوار الوطني. أنا شرفت أن أنا بشارك في الحوار الوطني في لجنة الإدارة المحلية ولجنة المحليات، وبسمن دعوة الكريمة للرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعوة للحوار من أجل بناء الجمهورية الجديدة ونحو الجمهورية الجديدة. أنا النهاردة تقدمت بقانون للإدارة المحلية قائم على فكرة القائمة النسبية 100%، قائم على فكرة اللامركزية من أول طلب الأحاطة والاستجواب لغاية سحب الثقة من المحافظ. الحاجة الثالثة اللي بنتكلم فيها إن إحنا عايزين عضو المجلس المحلي يعمل تنمية سياسية، تنمية اقتصادية، تنمية اجتماعية في المحافظات والمدن والقرى، وده فكرة اللامركزية. الحاجة الرابعة إن شايفين إن الدولة بتكفل إن هي تحفظ وظائف بتاعه عضو المجلس المحلي ويبقى ليه مكافئات ماليه وبتحفظ وظائفه طول فتره انتخابه في الاربع سنوات عشان ما يبقاش عندي عضو مجلس محلي مرتشي ولا عضو مجلس محلي فاسد عشان نواجه البيروقراطيه.